بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نتوكل ونستعين. متابعينا مستمعينا الكرام، إلى فاضل انطلاقاتنا متواصلة والتحديات مستمرة، انطلاقة شوط جديد، شوطنا 18 الخاص بالحقائق، الابكار، الانتاج. ننطلق مع هذه الاسماء، والظبي على المركز الاول، حمد بن علي بن حمدان بن راشد الشامسي ينطلق على مقدمة الشوط، بينما الوصول من هم الاولى عمر بن نايع بن سالم بالشاوي الغفلي، في هذه اللحظات يتحرك من عمق الميدان، بينما المركز الثالث أتابع التدخل، هذا شعار البطين القادم، شعار علي بن عبد الله البطين المري القادم بالشبابية، علي بن عبد الله البطين المري، بينما أتابع التدخل من الشايب سعيد بن هلال بالطماطم الأعفاري، وأيضا التجاوز في هذه اللحظات، تكريم خالد بن محمد بن علي الشامسي، وأيضا التدخل في هذه اللحظات من المسك سالم بن حمد بن جذوة العامري القادمة على المركز الخامس، وأيضا أتابع سياسة سهيل بن خيرات بالدودة العامري. هذه المراكز الخمس الأولى يا من تتابع ويا من تراقب هذا التحدي وهذه الانطلاقة، العودة من جديد إلى المركز الأول، إلى صدارة الشوط. تكريم تكريم تكريم، غيرت على مقدمة الأسماء، خالد بن محمد بن علي الشامسي على المركز الأول، المركز الثاني سياسة هي القادمة، سهيل بن خيرات بالدودة العامري قدم على المركز الثاني، ولكن شوف القدوم، الوصول على المركز الثالث في هذه اللحظات من أثير، سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي يقترب بشعاره وبانطلاقاته. المركز الرابع وصلت الشايبة، سعيد بلال بالطماطم الأعفاري هو القادم على المركز الرابع، والمركز الخامس النهضة، عبد الله بن خميس بالشدي المنصوري قادما ومنطلقا بالنهضة. هذه المراكز الخمس، هذا هو النداء الثاني، يا من تتابع ويا من تراقب الأمور، والعودة من جديد مع الألف ومئتين متر الأخيرة هناك، وتكريم تكريم اللي ما زالت مسيطرة على المركز الأول، مسيطرة على مقدمة الشوط، خالد بن محمد بن علي الشامسي اندفع باندفاعته، تكريم على المركز الأول. المركز الثاني أتابع أبناء المصانع الجنوبية على المركز الثاني، القادمة هي سياسة سهيل بن خيرات بالدودة العامري. المركز الثالث أثير أثير أثير، سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي، ولكن الوصول والانطلاق من شعارك يا بشدي المنصوري وشعار راعي صوغه قدم في هذه اللحظات، منطلق بانطلاقة لينا مظفر بن محمد بن خموشة العامري، والوصول من شعار المجازف بدأ يقترب بشودة، شودة 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 شودة، محمد بن عتيق بزيتون المهير، يا سلام، بدأ يتحرك المجازف، ولكن الشامسي، الشامسي بتكريم وشودة هي القادمة، أسماء أسطورية حاضرة في هذا الشوط، حاضرة أسماء أسطورية كبيرة، تكريم 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 الشامسي، خالد بن محمد بن علي الشامسي انطلق، ولكن المجازف بدأ بالحضور، بدأ بالانطلاق، شودة 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 شودة، يا سلام، ولينا على المركز الثالث، لينا على المركز الثالث، شعارك يا راعي صوغة، ولكن المجازف، المجازف وشودة، محمد بن عتيق بزيتون المهيري، المجازف المجازف، يا سلام يا سلام، راعي صوغة راعي صوغة ولا المجازف، المجازف محمد بن عتيق بزيتون المهيري ثاني والناموس على فوز شودة بالمركز الأول. المركز الثاني كانت لينا، ظفر بن محمد مخموش العامري، المركز الثالث تكريم، خالد بن محمد بن علي الشامسي على المركز الثالث، والمركز الرابع كان الوصول على المركز الرابع هناك من طرفاشه، خالد بن حمدان بن غانم الفلاحي، والمركز الخامس
الوصول من أثير سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي على المركز الخامس تاني والناموس لجميع الفائزين. عودتنا إلى المجازف وانطلاقة شودة. هناك بشعار محمد بن عتيق بزيتون المهيري من خطفت ناموس هذا الشوط بمستوى وبأداء كبير. هناك ظهرت به شودة في هذا الشوط. لحظات التوقيت الزمني، لحظات الانطلاق الأول، لحظات اختطاف الفوز والناموس والانتصار في شوط الحقائق الأبكار. الانتاج التوقيت الزمني 4:39 بدون أي أجزاء من الثانية. سلامي عليك يا المجازف سلام. المركز الثاني لينا بشعار مظفر بن خبوش العامري. التوقيت 4:39 جزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس يا راعي صوغة. المركز الثالث تكريم خالد بن محمد بن علي الشامسي حلت بالمركز الثالث 4:39 تسع أجزاء من الثانية. المركز الرابع طرفاشة خالد بن حمدان مغانم الفلاحي والتوقيت الزمني 4:43 تسع أجزاء من الثانية. والمركز الخامس كانت أثير سهيل بن أحمد بن دري على الفلاحي والتوقيت الزمني على المركز الخامس. لحظة الوصول 4:44 4 أجزاء من الثانية تانينا وناموس للجميع.